ينتظر العالم انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس، واللي بدأت مراسمها بالفعل بإيقاد الشعلة الأولمبية لعام 2024 من بلدة أولمبيا القديمة في اليونان، وهي مهد الألعاب الأولمبية منذ القدم. وهناك تواصل لإشتعال الإشتعال بداية من اليوم والمدة 11 يوم في رحلة بين المدن والجزر اليونانية، ومن المقرر أن تقطع الشعلة مسافة 5000 كيلومتر لتصل إلى أثينا في يوم 25 أبريل، حيث سيتم تسليمها لفرنسا في احتفال رسمي في اليوم التالي. ولمزيد من الحديث حول هذا الحدث المهم وغيره من عناوين الصحف اليونانية، بينضم إلينا مراسلنا من أثينا، مراسلنا عبد الستار بركات، وتحديدا من أمام الاستاد الأولمبي اللي شهد أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث. صباح الخير يا عبد الستار وأهلا بيك. يعني لو تحاول بقى تدينا تفاصيل وتضعنا يعني منك أقرب إلى الصورة، تواجدك في مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية في بلدة أولمبيا، وإزاي احتفلت اليونان بهذه المناسبة؟ صباح الخير آية وشروق، وصباح جديد جميل بكل الخير السادة المشاهدين. كما ذكرت آية، أنا أتحدث من أمام ملعب بنثناياكوس، وهو الملعب الذي شهد أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث عام 1896. عموما الصحف اليونانية اليوم بلا استثناء تحدثت عن هذا الحدث التاريخي، وهو إشعال أو إيقاد الشعلة الأولمبية في قرية أولمبيا القديمة على بعد نحو 400 كيلومتر من هنا من العاصمة أثينا، لتسليمها إلى اللجنة الأولمبية المنظمة أو المدينة المنظمة، وهي أولمبياد باريس 2024، ويتم تسليمها رسميا هنا يوم 26 يونيو من هذا الملعب الذي يظهر من خلفي، في احتفال رسمي، وسوف تحضره رئيسة الجمهورية والعديد من المسؤولين الأولمبيين ومن اليونان ومن فرنسا. وسوف تسافر الشعلة من هنا إلى فرنسا عن طريق البحر لتصل إلى مارسيليا يوم 8 مايو. إذن بالأمس كان هناك إيقاد الشعلة الأولمبية، حدث مهم كبير جداً، أقيمت المراسم المستوحاة من العصور القديمة بحضور رئيسة الجمهورية وعمدة باريس ورئيس اللجنة المنظمة وقيادة اللجنة الأولمبية الدولية، وكان في حرم أولمبيا أمام أنقاض معبد هيرا الذي يبلغ عمره 2800 عام. يعني في هذا المكان أولمبيا القديمة أقيمت أول ألعاب أولمبية في التاريخ عام 776 قبل الميلاد. ولكن يعني وفقا للمعروف أنه كان يتم إشعال أو إيقاد الشعلة من أشعة الشمس، ولكن في لحظة أمس وقت إشعال الشعلة كان هناك غيوم كثيرة جدا على هذا المكان، وتم إيقادها من شعلة البروفا التي تمت أول من أمس من أشعة الشمس وفي هذا المكان. عموما وتم تسليم الشعلة إلى لاعب أولمبي يوناني، ومن ثم اللاعبة الأولمبية الفرنسية التي يعني سوف تسلمها للاعبين آخرين لمسافة 5000 كيلومتر آية تجوب بها اليونان لتصل هنا بعد 11 يوم. عموما الشعلة اليونانية وغصن ومعها غصن الزيتون تم تسليمهم للاعبين، وهم هيجوبوا العالم، وهذا يعتبر رمز للسلام، وأن وقت الألعاب الأولمبية لابد أن يكون هناك سلام وأمن وطمأنينة في العالم كله. نعم عبد الستار، عايزة أسألك عن ردود أفعال الشارع اليوناني وكيف تناولت الصحافة هذا يعني الحدث الهام. الشارع اليوناني والصحف والصحف اليونانية الكل يفخرون بهذا الحدث، لأن شروق هذا الحدث يحدث تقريبا كل عامين أثناء الشعل، أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية الصيفية. في أي مكان في العالم لابد أن يتم إيقاد هذه الشعلة من بلدة أولمبيا القديمة وسط اليونان، ويتم بعد ذلك تسليمها للدولة أو المدينة المنظمة للألعاب الأولمبية. ولذلك الشعب اليوناني
يفخر بهذه الحضارة التاريخية والحضارة الإنسانية التي يعني تشع العالم وتذهب لكل العالم، وهي معناها أو رمزها أن يعم في هذه الأيام، أيام الألعاب الأولمبية، الأمن والسلام والطمأنينة وإيقاف الحروب والنزاعات في العالم كله. طيب هنروح من هذا الحدث الهام لإضرابات النقابات العمالية اللي ما زالت مستمرة في اليونان. كان في دعوات لبدء إضراب عام بيستمر لمدة 24 ساعة، إيه تطورات هذه الدعوات أيضا عبد الستار؟ نعم آية، الإضراب العام اليوم لمدة 24 ساعة هو يعني حقيقة يشل الحركة في البلاد، لأن يعني اتحادات نقابات العمال والموظفين دعت إلى هذا الإضراب، ويعني للمطالبة بزيادة الأجور وإعادة الاتفاقيات الجماعية وحماية الدخل من ارتفاع الأسعار. أذكر أن الأسعار هنا ارتفعت بطريقة خيالية جدا، والكل يشتكي من غلاء المعيشة، ولذلك جاء هذا الإضراب لزيادة الأجور. عموما المواصلات العامة متوقفة، السكك الحديد، مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، أيضا السفن التي تنقل الركاب من أثينا أو من موانئ اليونان إلى الجزر المختلفة، نحن نتحدث عن يعني هنا العبارات أو السفن اليونانية وسيلة مواصلات مهمة جدا وحيوية بالنسبة لليونان، نظرا لأن هناك نحو 5000 جزيرة في اليونان. عموما الكل متوقف اليوم، حتى سيارات الأجرة متوقفة عن العمل، المستشفيات، المدارس، الجامعات. أشير أيضا آية أن الصحفيين بالأمس ووسائل الإعلام اليونانية أيضا شاركت في هذا الإضراب، ولكن بالأمس حتى يعملوا اليوم لتغطية هذا الإضراب. إذن عبد الستار أنتقل معك لتفاصيل أخرى، وهي تفاصيل فعاليات مؤتمر محيطتنا المقام في اليونان والذي يأتي بمشاركة دولية لدعم المحيطات وحماية البحار، ما هي التفاصيل؟ شروق هذا المؤتمر بصراحة يأتي في وقت حاسم جدا وحازم لحماية المحيطات. عموما اليونان لليوم الثاني على التوالي اليوم تستضيف المؤتمر الدولي التاسع حول المحيطات، هو يعني يأتي تحت اسم محيطاتنا، ويعد هذا المؤتمر حدثا دوليا مهما يشارك فيه يعني نحو أو أكثر من 120 دولة، ولاتخاذ المبادرات ودعم حماية المحيطات وإبراز القضايا المتعلقة بالبحار وما يحدث خصوصا في البحر الأحمر، والمساهمة بنشاط في التحديات الدولية لأزمة المناخ العالمية. طبعا محيطاتنا هذه هي مؤسسة دولية انطلقت عام 2014 بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري الذي يتولى ملف المناخ، وتعقد كل عام في دولة مختلفة، واليونان بما أنها يعني تهتم بالمحيطات والبحار ولها يعني آلاف أو عشرات الآلاف من الكيلومترات سواحل بحرية فتهتم بهذا الأمر، ولذلك جاء هذا المؤتمر هنا في أثينا. عموما هناك يعني مبادئ أو أساسيات كثيرة جدا أو محاور مهمة سوف يتم مناقشتها في هذا المؤتمر، منها يعني البحرية أو المناطق البحرية المحمية، أيضا الاقتصاد الأزرق المستدام، ومعالجة تغير المناخ والأمن البحري ومصايد الأسماك المستدامة. بالطبع سنتابع معك على مدار اليوم عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية في أثينا، شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا لك مرة أخرى.